اهلا بحضراتكم. الفنان المصري مقدر للفن بكل اشكاله وصوره. المصري القديم كان فنان، وده ظهر في ما نسجه من منسوجات، ما وجد على الحوائط او على جدران المعابد، ما ورثناه من حلي ومجوهرات نادره بدءا من المصري القديم مرورا بكل العهود المصريه. والحقيقه انه الحمد لله ما زال هذا السلسال مستمر، وعندنا قدره على ان احنا ننتج حاجات جميله فنيه نادره. لان احد بناتنا المصريات وهي عندها 10 سنين ريتال استطاعت انها تفوز بجائزه من الجوائز العالميه في احدى المسابقات العالميه لصنع الحلي والمجوهرات. النهارده هنشوف مع بعض ريتال وما قدمته من رسومات حصلت من خلالها على هذه الجائزه. بنرحب بيها ريتال احمد الفائزه في مسابقه عالميه لتصميم الحلي. اهلا بك يا ريتال. برحب كمان بالدكتور كرم مسعد الاستاذ المساعد بكليه التربيه الفنيه جامعة حلوان ومصمم الحلي والمجوهرات وأحد المحكمين في هذه المسابقة الدولية. أهلا بحضرتك. أهلا بيكي، صباحكم جميل. صباح الفل. وأنا كنت قريت إنه يعني مدرسة ريتال عرفت عن المسابقة من إعلان حضرتك نشرته. جميل. هو كان في أحد المجلات الدولية منظمة حاجة خاصة بتصميم المجوهرات للأطفال. وكان السن بتاعنا من حوالي سن 7 سنوات لسن 13 سنة. وكانت الفكرة اللي موجودة، فكرة المسابقة كانت جميلة جدا، إن كل بنوتة هتصمم قطعة حلي لمامتها، وكل ولد هيصمم ساعة لباباه. فأنا نزلت الإعلان والحمد لله يعني لقى إقبال من مصر كتير، وبقى أنا أصلا أحد المحاكمين. بعد عملية التحكيم طبعا، لأن الشباب يجوا لنا بدون أسماء، فوجئت إن ريتال طالبة عند الطالبة بتاعتي وهي اللي فازت في المسابقة الدولية. فمدرسة ريتال في المدرسة كانت طالبة عند حضرتك وريتال فازت، فيعني ده سلسال احنا فخورين بيه. الحمد لله. قولي يا ريتال بقى، عرفتي بالمسابقة ازاي؟ يا ميس ياسمين شافت اللينك من على طريق الفيس، وبعدين قالت لشوية ناس من المدرسة وليا أنا كمان بيعرفوا يرسموا كده، وقالت لنا عن المسابقة وفهمتنا إيه المسابقة عن إيه وكده، وإحنا اشتركنا فيها وأنا اللي كسبت فيها. هي يعني اختارت يعني مجموعة من البنات علشان هم متميزين في الرسم. فأنت شاطرة في الرسم أصلاً. دخلتي في مسابقات رسم قبل كده ولا دي أول مرة؟ أول مرة. أول مرة ودخلتي في الحلي على طول، يا المجوهرات حاجة قيمة وغريبة يعني مش سهلة. فقولي بقى يعني الحلي ده مين ساعدك في إنك أنت تدخلي المجال ده وترسمي حاجة عن الحلي؟ الميس بتاعتك ساعدتك في الرسمة شوية؟ هي كانت بتتابعني كتير قوي، كانت بتتابعني دايماً. كل تفصيلة أنا بعملها لازم أبعتها لها وهي تشوفها ونعدل بقى مع بعض وكده. احنا اخترنا التصميم واخترنا التصميم، والميس قالت لي ميس ياسمين قالت لي لازم يكون فيها حاجه بتعبر عن مصر، فرسمنا فيها زهره اللوتس. اخترنا مع بعض تصميم زهره اللوتس وحطيناه في هايل. يعني ريتال اختارت حاجة شديدة المصرية هي زهرة اللوتس، ده اختيار جميل. نتكلم عن علاقة المصري القديم بالحلي والمجوهرات، وعندنا دلائل على ده طبعا، مجموعة توت عنخ آمون وغيرها من الرسومات، حتى لو ما استلمناش حلي في ايدنا ولكن كنا بنشوف السيدات بيتحلين بأجمل الكليهات أو الأقراط للأذن أو غيرها. نتكلم عن الحلي والمجوهرات عند المصري القديم مرورا بقى بعصرنا الحالي. المصري القديم هو أبدع في المجوهرات وأبدع فيها بشكل رائع جدا. كان بيتخير الذهب وكان بيطلق عليه لحم الأرباب، وبيتخير الفضة وكان بيطلق عليها عظام الأرباب، فكان هو مديها فاليو عالي قوي. ويمكن من الحاجات اللي ناس كتير ما بتاخدش بالها إن المجوهرات، أعظم مجوهرات جات لنا بتاعة توت عنخ آمون، بتاعة رجل مش بتاعة سيدة. الجمال اللي كان موجود فيها، وطبعا السيده كان ليها مجوهرات خاصه بيها والرجال كان لهم مجوهرات خاصه بيهم، بس طبعا الملك بيبقى ليه حاجه اعلى. يمكن بعض الحاجات اللي الناس كتير ما تعرفهاش ان التكنيكس اللي كانوا بيشتغلوا بيه المصريين القدماء هو لازلنا بنعمل بيه حتى الان، مع اختلاف تطوير في الادوات او في بعض الخامات، انما الفكره نفسها واخدينها من المصري القديم. اساليب التفريغ، الريبوسي، تركيب الاحجار. المصري القديم كان بيدي للحجر قيمة، وما كانش يعمل التصميم إلا وليه فكرة، بمعنى أنه بيحط مثلا بعض رموز للحماية، اسم الملك في خرطوش، والخرطوش ليه دلالة أنه هو يملك الأرض ويملك المكان بتاعه.
الاحجار اللي كان بيستخدمها مثلا كان بيستخدم حجر زي العقيق لونه احمر عشان دوت لون الدم، فهو ده لون الدم في الجسم هو اساس الحياه. الفيروز بلون الاخضر الجميل دوت لون الزرع، احنا بلد زراعي. اللون الحجر اللازورد لابس بلونه الكحلي، ودوت كان بيدل على السماء لان في شذرات ذهب صغيره، لان هم كانوا اهل فلك، فكل جزئيه كانوا بيعملوها كان ليها فكره، ليها حدوته، ليها طعم. يمكن انا دايما بحب اخد الشباب ونطلع على المتحف المصري نتفرج على ده ونطلع منه الفكر بتاعنا، نشوف هو قد ايه كان متطور وازاي ان احنا ناخد منه ونعمل حاجه تلائم العصر اللي احنا فيه. ريتال، انت قبل ما تدخل المسابقه يعني ما اتفرجتيش على شويه حلي ومجوهرات كده، رحتي زرتي متاحف فيها حلي او الميز بتاعتك ساعدتك انك تشوفي حاجه، ولا ما كانش عندك لا خالص؟ انا كنت مركزه بس عن رسم بس. يمكن الموضوع بقى لما اشتركت في المسابقه وكسبت فيها بقيت اركز اكتر في موضوع العقد وكده. طيب المطلوب كان قطعه حلي لماما، انت اخترتي كليه ولا هو كان مطلوب كليه؟ لا لا، انا احنا اخترنا كليه وغيرنا فيه وحطينا غيرنا فيه حاجه وحطينا فيها زهره اللوتس. طب قولي بقى كان يعني الشكل ايه؟ هو هي الرسمه معانا على على التلفزيون ونشوفها برده معاكي كده. جميله جدا دي. هي صور بتاعتك بالفعل معانا هي ريتال على الشاشه، فهم شايفين معاكي رسمه العقد. احكي بقى عنها، فيها تفاصيل. انا عايزه بقى الدكتور كرم يعني يشرح لنا التفاصيل اللي موجوده في الرسمه. ده انت يا ريتال وانت بتاخدي الجايزه اهو. لا ده التكريم بتاعها من محافظ القاهره. في احد المؤتمرات. هي طب الجايزه ايه؟ جايزه كان في جايزه ماديه ولا هي بس مجرد اعلان اسمها؟ لا هو في جايزه بس انا لسه ما جابوهاش، لسه ما استلمتيهاش. طيب محافظ القاهره كرمك، ده اكيد دفع كبير ليكي. يعني ان شاء الله تستمري كده ونشوف مصممه ازياء حليه عالميه. دكتور مسعد، عايزين نعرف منك التفاصيل بتاعه العقد وملامح الجمال في التصميم اللي عملته ريتال. ريتال نقت حاجه جميله قوي. هو بس في معلومه او ملاحظه كده هنقولها، النتيجه بتاعه ريتال ديت او المسابقه كانت معموله في الفتره بتاعه كورونا. فكنا عاملين تارجت لان الاولاد قاعدين مع ابائهم، فعايزين نعمل ريليشن كويس، يعني ريليشن جميل ما بين الاسره وما بين بعضيها، وكان المتابعه كلها كانت اونلاين، فعشان كده ما كانش فيه فرصه لزياره المتاحف. الفكره بتاعت ريتال فكره ان هي بتاخد المصري او حاجه من المصري، اللوتس، زهره اللوتس من الزهور المرتبطه بالشمس، وكان دايما المصري القديم بيرتبط بفكره الشمس راع. فزهره اللوتس من الزهور الجميله جدا اللي كانت دايما الصبح تمشي مع، يعني تصحى الصبح تمشي مع الزهره بتاعت مع اتجاه الشمس، فكانت من الرموز الجميله اللي مؤثره قوي في التاريخ دوت. فلما قدمت دوت ما قدمتوش بس كده، بدات تضيف عليه بعض اللمسات بتاعتها. احنا في كليه التربيه الفنيه بندور على ده، لان انا في المسابقه بيجي لي ولاد شايفين حاجه، شايفين حاجه جاهزه وحاطينها، فده بيبان، او حد حاطط ايده مع الولد. فيمكن دي بتعرفه ده. تقدروا تحسوا ان في حد كبير ساعد الطفل الصغير في ان هو يرسم، مش هو لوحده. لا طبعا. ما في عندنا حاجه اسمها سمات رسوم الاطفال. الاطفال عندهم خيال جامح وجميل وكبير قوي، مهما حاولت اساعده يعني بعض الاولياء الامور بيفتكر ان هو بيساعده، لا ده هو عنده الطاقه. فالجموح بتاعه دوت ليه سمات محدده، من خلال السمات دي بقدر احكم على القطعه بتاعته، هل هي اصليه، هل هي تخص الولد، هل هي طبعا متقلده. بقى في بعض الناس يحطوا حاجه ويقلدوها زي ما هي. الميزه في ريتال ان هي خدت جزء من التصميم، نعرف التصميم كده وحضرتك بتتكلم عنه، التصميم اوكي، وبدات تشتغل عليه. اولا هي خدت طبعا زهره اللوتس بتاعتنا. وبدات تطلع بيها وبدات تدخل هنا، عملت حل جميل قوي. الحل ده كمان حل هي عاملاه بعفويه شويه، بس عندنا احنا في صنعة المجوهرات ده حل تقني ناجح. ان يبقى كوليه قابل للارتداء. فقابليه الكوليه دوت للارتداء بتفرق معانا قوي، لان ممكن ولد او بنت يعمل حاجه وما تبقى صعبه في اللبس، ما تبقاش عمليه. هي عامله حاجه قابله للارتداء، اقدر النهارده ان انا اهديها البنوته رايحه المدرسه الكليه بتاعتها الصبح لابسه حته من مصر بطابع مصري. وهي دي من الحاجات اللي بالفعل بندور عليها دلوقتي، وبنقول للشباب يعني احنا مصر مليانه حاجات جميله قوي، عايزين بقى نطلع الحاجات الجميله ديت في المسابقات والاعمال الفنيه بتاعتنا. طب ريتال، علشان توصلي للرسمه دي جربتي قبل كده كذا رسمه؟ يعني قعدتي تجربي تعملي بروفا في رسومات قبل كده؟ لا خالص. احنا جينا، انا فتحت جوجل وقعدت ابص على الرسومات وكده، اخترت كذا واحده خدتها سكرين شوت وكده،
واخترنا مع الميس انا وماما والميس واختي وكده، اخترنا ووصلنا للتصميم ده وعملناه، غيرنا فيه وحطينا بدل زهرة اللوتس، كان في حاجة تانية واحنا حطينا بدل زهرة اللوتس. فأنتي شفتي تصاميم يعني على النت لأن أنتي ما قدرتيش تنزلي تشوفي في المتاحف أو كده، وعملتي مزيج من اللي أنتي شفتيه باستخدام زهرة اللوتس المصرية عشان تبقى لينا هوية مصرية وشخصيتنا تبان يعني. بالظبط. أنتي أصلاً بترسمي من زمان، بقالك كام سنة بترسمي؟ وانا من وانا صغيره يعني. انت صغيره خليك عندك 10 سنين. لا من وقت جي 1 بقى صغيره قوي كنت برسم، بس مش قد كده اللي هو يعني رسم شويه. في سنه اولى بدات احسن رسم شويه، ثانيه اتحسن رسم، لغايه سنه ثالثه كده وصلتي بقى للمسابقات العالميه. طب دكتور كرم، حضرتك يعني معني شخصيا موضوع تصميم الحليه، حضرتك محكم في المسابقه او محكم في غيرها من المسابقات وبتصنع حليه ومجوهرات وبتدرب الناس، وده هدف جميل لان احنا محتاجين الصناع المهره في المجال ده اللي مصر للاسف هتبدا تفقدهم لو احنا ما اديناهمش حافز وما شجعناهمش. تجربتك مع تشجيع الناس واقامه ورش لتدريب الفنانين الصغيرين والكبار على تصنيع الحليه، هي دي يمكن حاجه على عاتقي من يمكن اكثر من 20 سنه الحمد لله انا بدرب شباب حتى الان. الفكره زي ما حضرتك بتتكلمي، مصر دلوقتي هي اصل صناعه الحلي والمجوهرات في العالم، فلما يتصدرها بقى الصين واوروبا وايطاليا وما الى ذلك، انا بزعل من ده، انا عايز صنع بكل فخر في مصر وصمم بكل حب في مصر. انا بعمل الموضوع دوت مجموعه من الورش في اماكن مختلفه، في يمكن من صعيد مصر لغايه اسكندريه، يعني عديت معظم محافظات مصر الحمد لله. الفكره يا جماعه يعني او الرساله بقى اللي رسالت الحب اللي عايزين نبعتها للناس، لو انا عايز اعمل مشروع خاص بالحلي، اوكي، اول كلمه بتتقال هتتكلف كام؟ الناس بقى فاكره الموضوع كبير. اقل رقم تقدر تعمل بيه مشروع في بيتك على حته ترابيزه صغيره 300 جنيه. بالتالي ده رقم سمبل جدا جدا. يعني اللي هو محتاج ادوات ايه كبدايه؟ ادوات، هو في حاجه عندنا اسمها اواصيج زي البنسه والزرادية كده، هو ده بيجيب ثلاث ادوات، كل اداه ب 50 جنيه، ادي 150 جنيه. تمام. شويه اسلاك ب 100 جنيه، شويه احجار ب 50 جنيه، ادي 300 جنيه. الناتج اللي بيطلع منها بيبقى مينيمم يعني من 10 ل 15 قطعه. لو هقول ان القطعه الواحده هبيعها ب 50 جنيه. فطلع بقى معايا هامش ربح قد ايه؟ هجيب حق الخامات بتاعتي؟ هجيب فلوس ليا وهقدر اسوقها برده رقم 50، رقم خفيف في البيع طبعا. ما هواش برده اكسكلوسيف. وفي شباب بداوا معايا في الموضوع دوت الحمد لله، ووصلوا دلوقتي ان هم عاملين ورشه فضه صغيره وجايبين شويه فضه وشغالين بيها. فكره التدريب هو اللي ليها المستقبل في الفتره اللي جايه. بمعنى ناس كتير جدا دلوقتي في الوظيفه زهقانين منها، وبيجي لي طبعا عينات او نماذج كتير كده يقول لك انا زهقت من الوظيفه، انا عايز اعمل المشروع بتاعي. يبدا يتعلم بقى، طبعا السلك ده اول خطوه، عايز بقى ينشر، عايز يلحم، عايز يبدا يعمل بيوت فصوص، يعمل افكار. نصيحتي لاي شاب عايز يبدا المشروع دوت، عايز يشتغل فيه، رقم واحد التصميم. الصنعه سهل انك هتتعلمها قوي، يعني انت ممكن في ظرف اسبوع تتعلم بعض المهارات وتطلع منها منتج. بس المنتج بتاعك ما يبقاش تقليدي، ما يقلدش من النت. ابدا اجيب حته بقى زي ما ريتال عملت، حته من مصر، حدوته من مصر. يعني انا لسه كنا امبارح في حاره اليهود وفي شارع المعز، واخدين مجموعه من الشباب عايزين يتفرجوا نطلع ازاي التصميمات. طب تعال ده جامع الاوون، ده السبيل رقم كذا، واخد الرسومات اللي فيه واقول ان الحته ديت من شارع المعز، من جامع كذا، المصري القديم بقى والتاريخ الجميل بتاعنا الممتد لالاف السنين، اقدر اطلع منه كوليكشن رائع جدا. فانا عندي النهارده الفكره، عندي الحضاره، عندي الخامات متوفره، عندي العماله، يعني احنا بس ما شاء الله مصر فيها 110 مليون دلوقتي، اكيد فيهم عدد كبير جدا من المحبين للفن. وانا شخصيا بقدم الحمد لله خبراتي واستشاراتي لاي حد محتاجها، اهلا وسهلا بيه، نورني ونعلمه اللي هو عايزه ونوصله لان هو يبقى صاحب مشروع صغير في البيت مش مكلف، وفي نفس الوقت البنات بقى، ده البنات بقى تعملي الشغل بتاعك بنفسك. تخيلي لما في بنوته اول ما بتعمل قطعه وتلبسها فرحه وشها، يبقى احنا كده قدمنا، مش قدمنا منتج، قدمنا سعاده. صحيح. قدمنا فرحه. صحيح. يعني من مصر جميله هنعمل مصر جميله ان شاء الله يا رب. طب ريتال بقى، فكرتي مره انك انت تحققي الموضوع ده مش على ورق؟ انت شاطره في الرسم، هل ممكن يعني زي ما الدكتور كرم بيقول كده ممكن تعملي حاجه بنفسك وتلبسيها؟ هو انا عمري ما عملت حاجه زي كده اصلا، ما جبتش ادواتها قبل كده ولا
عارفه ادواتها ايه، بس يعني دكتور كان كان بيكلمني شويه. في عندنا لقاء ان شاء الله يوم الجمعه نقعد على الورشه بتاعتنا وهي بقى. قررت بقى انك تتبنى خلاص المره الجايه هتجي لك وهي لابسه الشغل بتاعها. فانت ممكن تعملي حاجه زي دي. بس انا ما جبتش الادوات ولا عارفه بتتعمل ازاي خالص. ما هو لسه البدايه، احنا شفنا رسمه حلوه ومتميزه، فده يعني دكتور كرم هو اللي يقدر يعني يحكم ويشوف بقى ايه اللي ممكن يطلع منه، مين اللي يطلع منه فن حلو او كويس. طب انت عاوزه تعملي ايه لما تكبري؟ وهل انت نفسك تدخلي مثلا تربيه فنيه ولا عايزه تدخلي كليه فنون جميله؟ ايه حلمك؟ في حاجتين عايزه اخشهم، في حاجه اكتر يعني، او يا اما مهندسه ديكور اما اللي بتاعت الدهان دي للنقاشه. او ما بعدتيش يعني، انت يا اما فنون جميله يا اما هندسه قسم عماره، يعني انت في السكه دي. واحنا عندنا مصممات رائعات اقتحموا العالميه، يعني مش هقدر نذكر اسماء لانها بقت براندات عالميه، ودلوقتي بتبيع القطعه الواحده بمئات الالاف من الدولارات. احنا عندنا تكرار لهذه النسخه ولا هي حد او اثنين او ثلاثه بس في هذا المجال في مصر اللي قدر يوصل للعالميه بتصميماته؟ لا لا لا، عندنا الحمد لله كتير. وهقول لحضرتك على حاجه، يمكن انا تجربتي الشخصيه الحمد لله انا حاصل على 7 جوائز دوليه بفضل الله سبحانه وتعالى، وده من خلال الحاجه المصريه، الشغل المصري. من اجمل المرات اللي انا فزت فيها كان مره خاصه بمجلس الذهب، ان معايا طالبه من الطلبه بتوعي، انا واخد المركز الاول وهي واخد المركز السابع. فرحتي مش كانت بالمركز الاول، فرحتي ان بنت من بناتي جايه تتكرر في المركز دوت. في عندنا دلوقتي متقيات كبيره جدا، في عندنا شباب كتير جدا، وبدا يوصلوا لفكره العالميه دلوقتي. على فكره احنا كلنا دلوقتي، عملت ويب سايت، عملت حاجه على الفيس، وبدات اعرض شغلي، اقدر اوصل بيه للعالميه. في عندي ولاد كتير بسم الله ما شاء الله بداوا يوصلوا ان هم يعملوا شغل ويصدروه بره. الفرق بقى في فكره ان هو عملت براند انترناشونال وشركه وكده، ده بيحصل دلوقتي بس بشكل مصغر. بس انا رؤيتي للمستقبل ان في جيل جاي مختلف جدا مقدم حاجه جديده. بدأنا بالفعل نسمع بره، بدأنا الأجانب يتفرجوا على شغلنا وعايزينه للحته ديت. اغرق قوي في المحليه، هتوصل بكل طلاقه للعالمين. أنا بشكركم، بتمنى إن شاء الله كل التوفيق لريتال وكل التوفيق لحضرتك في المهمة الجميلة اللي بتقوم بيها في تدريب كوادر جديدة من المصريين علشان يشرفونا سواء على المستوى المحلي إنهم يقدموا لنا منتج رائع صانع للسعادة، أو على المستوى العالمي. شكرا ليكم. شكرا ليكم يا مشاهدينا. خلصت حلقتنا، غدا إن شاء الله حلقة جديدة ومجموعة أخرى.